إن شاء الله اليوم دونك أول مقابلة فيها تحكيم نسائي كامل، أول تجربة بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية باش يكون فيها طاقم تحكيم نسائي، إن شاء الله تكون بارفيت باش اللي يجي بعدها يكون باهي زاد. نلعبوا كان نلعب في ماتش اوفيسيال وماتش معنا كانوا بيت راجل ونعطوها حق معنا بلا كلام زايد وكان كان راجل معنا.